السيسي، احنا موجودين في كنيسة القديس بطرس. في هذا المكان ظهر الرب يسوع المسيح وقال لبطرس الكلمات المشهورة: تحبني؟ كنيسة القديس بطرس هي أحد الكنائس التابعة لفرانسيسكان، الواقعة في منطقة اسمها الطابغة على الشاطئ الشمالي الغربي لبحر جليل أو بحيرة طبرية. وشيدت هاي الكنيسة وبنيت تذكار لإعادة الرب يسوع المسيح لبطرس لمكانته الرئيسية ضمن الرسل. وهذا البناء شيد في سنة 1933، ومنشوف أنه بتتضمن أجزاء من كنيسة قديمة برجع تاريخها للقرن الرابع، ومنشوف أسفل الجدران مقابل المذبح الرئيسي اللي وراي أساسات هاي الكنيسة القديمة. وفي القرن التاسع كان بيشار للكنيسة على أنها مكان الفحم، ويشير الاسم ده لواقعة إعداد الرب يسوع الطعام للرسل على أساس أنه بيقال أنه أشعل الفحم اللي طبخ عليه السمك. وفي سنة 808 ورد لأول مرة ذكر التيجان الاثنى عشر، وهي مجموعة من حجارة على شكل قلوب وضعت على الشاطئ كذكرى للرسل الاثنى عشر. والكنيسة بتحتوي على حجر جيري مقابل المذبح الحالي هون، وطبعا رمز لطاولة المسيح اللي رتبها للرسل لما قال لهم عندكم أدامة، ومؤيد باللغة اللاتينية منسا كريستي، منشوفها باللائحة هاي. وبحسب التقليد هذا هو المكان اللي ذكر في أنه الرب يسوع المسيح كيف حكينا وضع الإفطار المكون من الخبز والسمك للرسل، وقال لبطرس ارعى غنمي بعد الصيد المعجزة في مرة من المرات اللي ظهر فيها الرب يسوع بعد قيامته في إنجيل يوحنا الإصحاح 21. نشوف ازاي انه في هنا قلب. هاي الكنيسة على فكرة هاي الصخرة، هاي الكنيسة القديمة اللي هون حكى عنها، هذا الأساس القديم. بنكمل جولتنا واحنا برضو في كنيسة بطرس كده على بحيرة طبرية، وبنشوف هنا جينا عند مكان فيه تمثال للرب يسوع وبطرس مخصص كده للقصة اللي حدثت في إنجيل يوحنا، وبيعتبر ده الظهور السابع للرب يسوع، وظهر لسبعة أشخاص، وظهوره كان في وقت غير متوقع. وده بيعلمنا درس مهم جدا، إزاي إنه الرب ممكن يتعامل معنا بطريقة مش اللي احنا متوقعينها، مش الطريقة المعتادة. كمان بنشوف إزاي إنه ظهر الرب يسوع بطرس وهو في وقت حاسس بالإحباط، وممكن ده يبقى ده اللي بيحصل معانا في اوقات، لان الكتاب حتى بيعلمنا في رساله بطرس كده: اصحوا واسهروا، لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. في ناس في اوقات كده تمر بابتلاع كانها في بطن الحوت، مبلوعه في الاحباط، في الدبريشن، اكتئاب. وباسم الرب يسوع زي ما الرب زار بطرس يزورنا كده ويطلعنا، ويطلعنا من حاله كنا فيها. يمكن بطرس كان في إنكار، كان طالع من وقت أنكر فيه الرب يسوع، لكن من الإنكار إلى التكليف يكلفه ويقول له كده: ارعى غنمي، ارعى غنمي يا بطرس. النهاردة الرب بيقول كل واحد فينا كمان، أيا كان ظروفك أيا كان حالتك، الرب عايز يفتقدك ويطلعنا من حالة الإحباط ويدينا تكليف من عنده. كمان بنتعلم إزاي أنه بطرس أثر على ناس تانية، أثر على بقية التلاميذ، وده يخلينا كده ناخد بالنا انه اوعى تكون انت سبب احباط لاخرين، والاحباط اللي عندك يؤذي ويأثر على اللي حواليك. وانت لما تشوف ناس حواليك محبطة اعلن ايمانك كده انك ما تتأثرش بيها وما تنجرفش في وراء الاحباط دوت. من هذا المكان بنتعلم هذه الدروس الثمينة من حياة بطرس، من الانكار للتكليف.